في قمتهم باليابان أصدرت مجموعة السبع بياناً حول أبرز ما جاء في اجتماعاتها. المجموعة أكدت دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، ودعت بكين إلى الضغط على موسكو لوقف عدوانها. مجموعة السبع أكدت معارضتها لما سمته العسكرة الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودعت إلى ضرورة تعزيز جهود نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها. كما أكدت المرونة الاقتصادية والأمن الاقتصادي القائم على تنويع وتعميق الشراكات. كما اتفق قادة مجموعة السبع على إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة ما وصفوه بالإكراه الاقتصادي، وتعهدوا اتخاذ خطوات لضمان فشل أي فاعلين يحاولون استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح ومواجهة العقوبات العواقب. وقال قادة المجموعة إن المبادرة الجديدة ستستخدم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات بسرعة حول الإكراه الاقتصادي مع الأعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور. وفي السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن مجموعة الدول السبع تتطلع لإزالة المخاطر وليس الانفصال عن الصين، مضيفا أن القادة يعتزمون تحديد خطوات لحماية التكنولوجيا الحساسة بما يشمل تدابير الاستثمار الخارجي. كما أكد سوليفان أن العقوبات الجديدة تستهدف قدرات روسيا في الطاقة وتشديد الخناق عليها لمنع محاولات التحايل والتهرب من العقوبات. On Ukraine, we have now announced some 300 sanctions against individuals, entities, vessels and aircraft. We are particularly focused on circumvention and evasion targets. We are focused on financial facilitators, and we have also made sure to continue to crack down on future energy and extractive capabilities, as well as other steps in the sanctions space to tighten the screws from the point of view of economic pressure against critical elements of the Russian defense industrial base and its ability to advance its economic and energy goals. وكانت مجموعة السبع قد أعلنت فرض عقوبات جديدة على روسيا للحد من إمكانات تمويل حربها على أوكرانيا، وتشمل العقوبات تدابير تهدف لحرمان موسكو من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات مجموعة السبع التي تساند حملتها الحربية في أوكرانيا. وتستهدف العقوبات كيانات متهمة بنقل معدات إلى جبهات القتال لحساب موسكو. رغم أنها تستحوذ على حصة وافرة من الاقتصادات العالمية، فإنها تتهم بضعف فعالياتها. فماذا نعرف عن مجموعة السبع بالأرقام؟ ولماذا لا تضم اقتصادات كبرى على غرار الصين؟ أكبر سبعة اقتصادات في العالم تجتمع تحت مظلة مجموعة السبع: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا. على الخريطة تحتل هذه الدول 15% من مساحة العالم بواقع أكثر من 20 مليون كيلومتر مربع، وعلى سلم السكان تضم 10% من سكان العالم بما يعادل أكثر من 750 مليون نسمة. أما على ميزان الاقتصاد فإنها تستحوذ على 40% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يناهز 34 تريليون دولار. نصيب الفرد الواحد لديها من هذا الناتج يزيد على 34 ألف دولار، أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي الذي يناهز 12 ألف دولار. هذه الحصة هي السبب وراء عدم انضمام اقتصادات كبرى مثل الصين إلى المجموعة، فنصيب الفرد الواحد من ثروة البلاد فيها البالغ قرابة 12 ألف دولار لا يؤهلها لتكون من السبع الكبار وفق مقاييسهم على الأقل. أما روسيا فكانت عضوة في المجموعة بين عامي 1997 و2014 حين ضمت جزيرة القرم إلى أراضيها، فتوسعت رقعتها وتقلصت مجموعة الثماني لتصبح مجموعة السبع. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية، معي أنا زينة محاسب.